مشاهدي الاو تي في، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حوار اليوم. ضيفنا في هذه الحلقه الدكتور علي حمود، الكاتب والباحث الاقتصادي. اهلا وسهلا فيك دكتور بالاو تي في. بونجور، كيفك؟ يعني رح نحكي شوي سياسه بالاول، نرجع نفوت بالاقتصاد لانه المواضيع مرتبطين ببعضهم. اشتقنا لك. نحن بالاكثر بالموضوع السياسي، كل هالتطورات اللي عم نشهدها خاصة على صعيد التبدلات السياسية الكبيرة اللي عم بتصير، يعني غياب الرئيس الحريري، الحديث عن مجيء بهاء الحريري، غياب الرئيس سعد الحريري والحديث عن مجيء بهاء الحريري، وكل هذه الأمور والجو الانتخابي العام عدا عن الجو الإقليمي والدولة المحيط بلبنان، هل هكذا جو يمكن أن ينتج نهوضا اقتصاديا وماليا مأمولا بلبنان؟ على تحية لك ولجميع مشاهدين الـ OTG. أكيد نحن على طول متفائل بالخير، فمن الطبيعي نحن نتأثر بكل الأمور اللي بتحدث إقليميا ودوليا. نحن مثل ما مرة بعتد على البلاتو قلت هون أنه اللبنانيين بالسياسة بالاتجاه السياسي أفكارهم وعقولهم ملك الآخرين. يعني نحن حتى بلبنان بعض الرئاسات هي بإعاز خارجي، ونحن شفنا اليوم في مبادرة كمان كويتية من 12 بند، هذه كمان رد عليها الرئاسات الثلاثة. هل البعض بيعتبر انه لازم كانت تمرق بمجلس مجلس الوزراء؟ بس بتعرف مجلس الوزراء ممثل بمين؟ بهالثلاث رئاسات الموجودين صراحة. والرد كان ايجابي من قبل لبنان، والرد كان يعني يعتبر افضل ما بيقدروا اللبنانيين يقدموه لوزراء الخارجية العرب، انه بالتزامه بعلاقات وطيده ومنيحه مع الدول العربيه والدول الخليجيه. شرط عدم الاخلال بالوحده الوطنيه وتعريض السلم الاهلي، بس هو السؤال كان دكتور طبيعي. انه هذا الجو كله سوا، هيك بلشنا بسؤال عام الحلقه قبل ما نفصل، هذا الجو كله هل ينتج نهوضا اقتصاديا؟ يعني هذه هي المقومات السياسيه المطلوبه لحتى نطلع من الازمه؟ هلا طلع من ناحيه، في فرق اليوم بين ما يحصل على الارض سياسيا واللي عم يحصل الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الاقتصادية المالية النقدية. أكيد نحن هون دي فينا نفرق عن بعض. بالنهاية اليوم نحن بنعرف بلبنان في أنا شيء سميته فاميلي شو، يعني اليوم في توريث، أوكي، في أوقات بتجي نهاية مثلا أو تعليق للرئيس سعد الحريري أو سميتها النهاية حريرية وبداية بهائية، وهيدا الجاب الفجوة ممكن اليوم تتسكر إذا كان في رضا من قبل المملكة العربية السعودية أنه بهاء الحريري يسكر هيدي الفجوة بالتعاون والتحالف مع وليد بيك ورئيس القوات اللبنانية، وهيدا جائز إذا كان في رضا من المملكة العربية السعودية. وأنا معك على البلاتو هيدي، قلت أنه إذا ما في رضا من المملكة العربية السعودية سعد الحريري، الرئيس سعد الحريري ما بيوصل لرئاسة الحكومة، وهيدا دليل أنه كل الأجواء، نحكي عن تشكيل الحكومة يمكن سابقا، وهيدا دليل أنه كل الأجواء متجهة نحو هيدا الاتجاه، انه هيدي الفجوة بالطائفة السنية الكريمة ما حدا بيقدر يسكرها الا بهاء الحريري، وبهاء الحريري عنده القدرة. بالنهاية هو كمان ابن الرئيس رفيق الحريري، ونحن بنعرف اليوم بوضع اجتماعي اقتصادي ضيق، اوكي، اليوم بامكانيات او مساعدات اجتماعية مالية بيقدر الواحد ياخذ هيدي الساحة بسهولة. نعم. طيب خليني اسال السؤال بالاتجاه الاخر، شو هي الشروط السياسية المطلوبة جديا أو للبدء بنهوض اقتصادي جدي داخليا وإقليم إقليميا؟ نحكينا أنه تسوية الموضوع مع الخليج، خلينا نحكي بالوضع المحلي. يعني هنا أنت عم تحكي تقريبا أنه شو ممكن تكون خطة التعافي اللي ممكن تناقشها الحكومة مع صندوق النقد الدولي؟ لا، شو ممكن يكون الجو السياسي اللي بده يواكب خطة التعافي قبل ما نفوت بالخطة؟ هلا أكيد الأجواء السياسية لازم تعرف، نحن تنكفات السياسية على من عمر هيدي السنتين خسرتنا كثير. يعني حكومة حسان دياب كانت قادرة تعمل توحيد سعر صرف على 3500 ل 4000، اليوم نحن إذا عملنا المستحيل ما بنقدر نعمل توحيد سعر صرف على 8000 أو 10000 حسب سيتي جروب. بس كانت الأجواء أول ما إجت حكومة مئاتي وكانت يتطلب ليصير عنا توحيد سعر صرف بين 8000 و 10000، بدنا كتلة نقدية تقريبا الربع الكتلة النقدية الموجودة بالليرة اللبنانية يكون موجودة بالعملة الصعبة، وكان اتكالنا على الصندوق الفرنسي اللي هو بده يكون ممول من الإمارات والمملكة العربية السعودية، يعني الدول المانحة. فهيدي الأمور بدها أكيد استقرار سياسي، وبدها تعاون من قبل الأفرقاء السياسيين الموجودين هلأ بالحكم.
اللي ما في بديل عنهم، عشان بتعرف البديل انه حراك ما عنده اجنده لا سياسيه ولا اقتصاديه، حراك مشرذم، مجتمع مدني مشرذم. وهيدا يعني نحن رح ننتج نفس البلاتفورم مع تطبيق نفس الابلكيشن حتى بالانتخابات الجايه، وبلا تهويل انه ممكن يصير شيء امني، عشان اذا بده يصير في شيء امني حتى السفراء الدول العظمى الموجودين بلبنان هن ما رح يعرفوا. فاكيد انا بعتبر انه الانتخابات رح تصير، والرئيس بيري كان واضح من يومين يعني قال مش تاخير حتى شهر ولا جمعه ولا ساعه، يعني الكل بدهم هالشيء والمجتمع الدولي بده انتخابات بلبنان. طيب رح نطلع من نحن بنعرف انك بتفضل تحكي بالشؤون الاقتصاديه اكثر من الشؤون السياسيه البحته، هيك ضلنا صحبه مع الجميع. نعم رح ننقل لهذا الموضوع. خلينا نبلش اليوم بالموازنه، يعني التي تدرس بشكل شبه يومي بمجلس الوزراء على وقع انتقادات حاده من طرفين اساسيين. اول شيء حزب الله، امبارح نائب محمد رعد بيرجع بيقول انه يعني كل اللي عم تعملوه اخر شيء رح يحمل المودعين والفقراء وزر ما ارتكبتموه في السنوات السابقه. وقبل قال لن تحظى هذه الموازنة بشرف موافقتنا عليها. وعندك التيار الوطني الحر يلي بيكرر دايما انه الموازنة هي يعني تعكس الواقع، موازنة رقمية ولكن لا تحمل مشروعا اقتصاديا ورؤية لإنقاذ لبنان اقتصاديا ورسم المستقبل بطريقة أفضل من الماضي. بين هذين الحدين الواقع موضوعيا شو بينقال؟ الواقع انه الموازنة اللي عم تصير بلبنان هي موازنات كلاسيكية، يعني لا تعكس الحالية، لا تعكس الموازنات اللي هي تنعمل بالعصر الحديث، موازنات كلاسيكية. كل اللي عم تحكي ولا الحالية؟ لا منذ يمكن أوكي خلق لبنان، يعني بعدنا على السيستم المحاسبة لبنان بالمطلق يعني. اللي بيعملوها بفرنسا بال 1862. نعم أوكي، وهي بتعرف إنه هي قانون لجباية تحصيل الإيرادات وطريقة الإنفاقات بده يكون تلحظ بسموه توازن اقتصادي ومالي، وهي لازم كمان تعمل تنمية اقتصادية واجتماعية. هيدا الموازنة على الطريقة الحديثة. على الطريقة الكلاسيكية بتكون مثل سابقاتها، بشوفوا كيف صارت بال 21 عملوا الموازنة، بيعملوها بنفس الطريقة بس بيغيروا موضوع سعر الصرف. هيدا اللي تغير بهيدا الموضوع كله يعني. وحتى هلا فينا نحكي اذا بدك ليه سعر الصرف مثلا نزلوا له تقريبا كان ب 30 ونزلوا ل 20 لاسباب معينه هلا اذا بدك نشرحها. بس هو اصل الموازنه هي لتعمل تنميه اليوم وتوازن اقتصادي ومالي وتنميه اقتصاديه واجتماعيه. هيدا الشيء اكيد مش ملحوظ بهيدي الموازنه. هيدي الموازنه هي بتحفز الانكماش الاقتصادي، هيدي الموازنه بتعمل تضخم، هيدي الموازنه عندها الكل بيقول لك ما فيها ضرائب، لا فيها ضرائب غير مباشره. اليوم انا اذا فاتوره التليفون عندك بتصير 7 اضعاف او 9 اضعاف، وانت عندك التضخم فوق ال 760% اليوم. اذا الدولار الجمركي بيصير ب 20,000، هلا بعد انتبه ما فينا ننتقدها كليا عشان بتخضع بعد للتجاذبات والتقلصات والتمددات عشان بعد ما طلع الدخان الابيض بالحكومه وما راحت على هيئه مجلس النواب المزايدات على الطريق ومجلس النواب واللجان كمان بتخضع بكره للخطابات الشعبويه. بس حاليا هي اكيد هي قاسيه تقشفيه. بس اليوم حتى بدي احكيك انا بمنطق اقتصادي موضوعي. نعم. ها انت شو ناطر من وزراء عم بيحاولوا يشتغلوا ليعملوا خروج من هذه الازمه بوقت صار عندك انت بونزي سكيم مش صايرة بالقرن 19 يعني، ولا بأي دولة بالعالم صايرة بونزي سكيم هالقد. بيخسر ودائعهم، نظام مصرفي انت صار تقريبا 7-8 عقود من الزمن، تدمر ستونفز بسبب منظومة استغلته أخذت كل أموال وحتى أخذت أموال المودعين. يعني حتى اللي بيكون هلأ وزير اقتصاد أو وزير مالية ما فيك اليوم تجلده، بدك تشوف شو عم بيقدم، عشان بالنهاية اليوم إذا ما راح على الإيرادات كيف بده يجد لك، كيف بده ينفق على القطاع العام اللي هو قطاع عام عندك انت مهترئ. ها وغير هيك عندك في فوق 360 الف موظف تقريبا. طب هو كيف بدك تامنهم حتى نفقاتهم؟ يعني فيك تقول اوكي انا ما بدي زيد ضرائب، بديش اعمل دولار جمركي، هيدا الدولار الجمركي يمكن يساعدك انت باعاده بناء المرفأ بدل ما تضلك اليوم انت ضمن التجاذبات الاقليميه والداخليه والدوليه. بس دكتور هو ما حدا عم يقول هيك، انا ما بدي اقطع لك سير الحديث، بس يعني ما حدا عم بيقول ما تفرضه
رسوم وحتى ضرائب جديدة وما تعدلوا سعر الصرف وكل هذه الأمور، بس يعني يمكن العتب أو الانتقاد هو إنه مش حاسين الناس أو المعنيين إنه هذه الأمور كلها عم تتواكب مع إصلاحات جدية حتى بالمستقبل نحسن الوضع وما نرجع نكرر نفس الأخطاء. هلا المشكلة أنت ما عندك يعني منظومة قابلة لتروح على الإصلاحات. يعني ما في إصلاحات اليوم بكل القطاعات. قطاع هلا الاتصالات إذا ما اهتمت فيه بيصيبوا مثل قطاع الكهرباء، بيصير بده سلفة لتعطيهم مازوت لقطاع الاتصالات ليضلوا شغال. طب أنت ما إذا ما رحت على إصلاحات جدية، وزير الطاقة قال لهم بلا السلفة خلونا نعمل جبهة صح، خلونا نشتغل نعمل صيانة صح. اوكي، عشان انت اليوم الكيلو وات قديش عم بكلفك؟ تقريبا 29 سنت، عم تبيعه بخمسه، الموتورات عم يبيعوه ب 39 بعتقد او ب 40. طب انت لو رحت على الغاز سوري عفوا، او رحت على عندك مصافي يمكن كلفك اقل من 12 سنت. يعني بيصير هيدا قطاع الكهرباء بدل ما يكون هو مرفق عم بيسبب لك عجز بيصير يعمل لك ارباح. نفس الشيء قطاع الاتصالات، قديش كان يربح عندك قبل 2019 قطاع الاتصالات؟ في عندك قطاعات كتيرة بدك تروح على الإصلاح. نحن مشكلتنا اليوم إنه كان معنا 34 مليار دولار ب 2019، هدرنا منهم 22 مليار. طيب بس السنة الماضية معنا 12 مليار. إذا أنت عم ما في نية من بداية إصلاحات. الحديث عم بتقول عم بتأكس على الإصلاح، إذا ما في نية هذا إصلاحات. التعبير، فكيف بده يتم تبرير أمام الرأي العام ضرائب أو رسوم جديدة؟ هلا الرأي العام طلع عم نبسط الموضوع، بس إنه هي بهالبساطة القصة. الرأي العام بكل بساطة اليوم أي حكومة بتيجي هو ما عنده ثقة فيها. يعني اليوم في جاب، في فجوة بين الرأي العام وبين اي وزير او اي حكومه تشتغل حتى لو بجديه، عشان اليوم ما عاش في ثقه من قبل المواطن باي حكومه او باي منظومه او حتى بالاحزاب، وهذا الشيء ممكن يبين بكره بالانتخابات النيابيه. واكبر دليل الكل بلشوا ينتقدوها، مع انه اذا بدك تيجي للمضبوط انه هيدي الحكومه هي بتعبر عن الاحزاب الموجوده اليوم، حتى بعض الاحزاب اللي عم تنتقدها هي ممثله في هيدي الحكومه. بس اليوم برجع بقول لك انا اذا كنت هلا وزير ماليه، نعم، او وزير اقتصاد انه ما فيك تعمل شيء غير اللي عم طب شو بدي اعمل الا روح اوكي في خفف مثلا من الضرائب الغير مباشره او الدولار الجمركي اللي بيكون على المواد الاساسيه اللي هي لخفف انا شيء اسمه تضخم، عشان التضخم احنا كلنا بنعرف هو ارتفاع بالاسعار الاستهلاكيه الاساسيه للمواطن. هيدي بحاول قد ما في خفض عنا الجمارك اوكي، وبركز على الامور اللي هي مش اساسيه للمواطن الفقير او الطبقه الوسطى. هيدي من الامور اللي بتصير، بس اكيد هيدي بدها تلحق اصلاحات، بدك تلحق محاربه فساد. كيف هون بنفوت بقصه شو الاساس وشو المس اساس مش اساسي ومين طبيعي من يعني. انت عندك مؤشر بالمؤشر الاقتصادي بيقول لك شو الامور الاساسيه اللي هي بتعمل تضخم وعلى اساسها تبني التضخم. نعم، هيدي الامور الاساسيه او المواد الاستهلاكيه الاساسيه بدها تخفض عنا الجمارك. يعني ما بك فيك تحط عليها دولار جمركي 20,000، بس في امور تانية فيك تحطها. هيدي الامور بدك تشتغلها باراليل بالموازنات. يعني السيارات اساسيه او لا؟ هلا في سيارات اساسيه وفي سيارات لكجري كار، اوكي، في امور كماليات بالحياه. لكجري كارز مثلا بيكون يعني بيفرقوا حتى ضمن كل فئه لوحدها. طبيعي طبيعي، حتى انت باليوم بالضرائب اللي ما لاحظتها الموازنه انه انت ما في ضرائب كثير على الارباح اللي هي انجا 3.6% بالوقت اكثريه الضرائب على امور استهلاكيه اللي بحاجه لها الطبقه الفقيره والطبقه الوسطى. انت هون بهيدي الامور بدك تميز، فعشان هيك انا بعد ما انتقدت كثير للموازنه اشوف شو بده يصير فيها اصلاحات. يعني نعم، بعدها قابله لكثير من الاصلاحات. بنفس الوقت اذا اليوم انت عملت موازنه بس هي وما عملت اللي اصلاحات يقدم بالاول هو بيعبر هيك شوي عن نظره معينه، لو باخر المسار بده يرجع يتعدل بده يصير في تصحيح. ايه طبعا. هلا حتى التصحيح ممكن يلحق، في بسموه مثل سبلمنتري للبادجت، بتلحقها للتصحيحات بعدين. بس هيدي الامور اذا ما رحنا كمان على اصلاحات جديه بالقطاعات اللي فيها هدر، اوكي، حتى لو صار عندنا بكره استدانه، اوكي، الدول من حطتنا صندوق النقد الدولي وافق معنا بعد شي 15 يوم اذا صار في مفاوضات تيت اتيت مع الوفد اللبناني. نحن اذا ما رحنا على اصلاحات جديه ومحاربه الفساد بالادارات والمؤسسات، اوكي، وعملنا تدقيق جنائي، او الصندوق النقد الدولي وصل لمرحله انه عن جد نحن عملنا تدقيق جنائي بالامور الاساسيه يعني بالقطاع المالي لحتى نقدر نحن هيدا القطاع نسترجع الثقة فيه، عشان إذا نحن ما استرجعنا الثقة بالقطاع المصرفي رح يكون عندنا مشكلة كتير كبيرة. ما رح نقدر نرجع نجيب استثمارات على البلد. عشان اليوم فيك تقلي
انا بدي اروح على تنميه الزراعه والصناعه. طب انا مش رافض روح على تنميه الزراعه والصناعه التحويليه، بس اليوم انا ما عندي الامكانيات لحتى القطاعات الاساسيه اللي كانت تنتج لي من خدمات لسياحه، لقطاع مصرفي، لمشفى، لمرفأ، لقطاع تربوي، كل هيدي الامور اليوم منهاره. خليني اروح على الامور اللي كانت تنتج لي اموال، وبرجع بركز اكثر كمان على الزراعه والصناعه التحويليه. بس انت اليوم الشيء اللي كان عم ينتج لك، بس انت صار مهتري اليوم او صار عندك مشكله فيه، انت بحاجه لصندوق النقد الدولي مش عشان 4 مليار دولار، او اذا وصلنا باربع سنين او بخمس سنين ل 6 مليار او 8 مليار. هيدا اذا كان عنده ثقه فيك، واذا مشي حال المفاوضات. انت بحاجه له لتستعيد الثقه والاستثمارات. هلا في بعض البنود المشحفه، في بعض المواد اللي هي مخالفه للدستور ولقانون نقد وتسليف، مثل الماده 109، ما بعرف اذا هاي تراجعوا عنها بالموازنة عم تحكي هلا. بالموازنه، في الماده 133 كمان اللي بيعارضوا المواد، ماده 81 وماده 82 لازم يصير في تصويت من مجلس النواب عليهم، انه اليوم اذا بدك تصرف من دولار لا من عمله اجنبيه لليره للبنان لتدفع الرسوم، هيدي بدك تمرق بمجلس نواب، ما في الوزير المختص او الحكومه المجتمع تعملها. او مثلا اعفاء ضرائب مثل الماده 109 او رسوم ضريبيه معينه اللي هلا عم بقولوا ما عادش صارت من اختصاص الوزير المختص، نقلوها صارت من الحكومه، حتى الحكومه ما دخلها فيها، هيدي مخالفه. بس انا ما عم بحكي قصة المادة بالموضوع 109 عم المخالف، تحكي المواد الخلافيه، الصلاحيات الاستثنائية، الصلاحيات هن ايه الاستثنائيه. بس هن اللي هلا المطروح انه مش بس الحكومة مجتمعة، الحكومة مجتمعة وتحصل على موافقة مجلس نواب سوا، يعني صحيح هذا اللي طرح. صحيح، بس هيدي الامور اكيد اساسيه وما لازم نخالف الدستور نحن وقانون النقد والتسليف. وحتى موضوع تحديد سعر الصرف ما لازم يكون بالتعاون مع وزير الماليه، بس هذا بده يكون لمصرف لبنان عشان لا يتدخل بصبح ظهر عشيه بايع شاري بسوق القطع، لحتى اوكي رح يضلوا سعر الصرف عنده مرونه ما لازم يتثبت، بس لحتى يتدخل مش يجتمع مجلس الوزراء او الوزير المختص لحتى يشوف يدرس اذا بده يتدخل ولا لا. هيدا من شغل حسب قانون نقد وتسليف من شغل المركزي. هيدي الامور انا مش رافضها، انتبه، بس في اصلاحات جديه لازم نروح عليها. هلا بتقلي تقشفيه مؤلمه، طب اوكي الماده 132 شو بتعمل بودائق العالم برايك؟ يعني انت الودائع هلا هن بيقولوا لك المادة 132 اللي بتحكي على انه الودائع الجديدة الجديدة هناك ضمانة انه بترجع بتتسدد بالعملة اللي اودعت فيها، بينما بالضبط. القديمة ما فسر. هلا في جهة، بدي اسألك هون، في جهة بتفسر انه هيدي المادة ادرجت لتحفيز الناس على يعني استعادة ثقتهم استثمار، بالمصارف وانه عندنا بالضبط. ضمانة، وفي رأي تاني بيقول انه لا، هذا تخلي عن الودائع السابقة. هلا على طول بس يصير في أزمة في حدا بده يدفع الثمن. ليه بنقول هيكلي؟ هيكلة الدين، شو يعني هيكل الدين؟ ليه يعني بنقول هير كات؟ توزيعه توزيعه، ليه بنقول كابيتال كنترول؟ يعني ما ادفع لك مصرياتك بسرعه، لا ادفع لك اياهم تدريجيا تقسيط، انا ما قادر ادفع لك اليوم، بدي ادفع لك اياهم 15 سنه 20 سنه. كيف الطريقه اللي بدك تدفع لك اياهم؟ سندات ابديه، سندات لكم سنه، اسهم ببنوكي. هيدي الامور كلها بس نقول هيكل، يعني في حدا بده يتحمل الخسائر، يعني المودع بده يتحمل الخسائر، المركز بتحمل والدولة والمصارف هتتحمل الخسائر. طيب ليه هلا ان الاتباع شاء الله العام ما انه تكون بلبنان رح تكون القصه اكثريتها على المودع مثل ما اوريدي بلشت يعني؟ هلا هن حسب ما حاطين انه في 18 مليار دولار بتحملهم الدولة والمصارف، اوكي المركزي، وفي تقريبا هن تقريبا الخسائر 69 مليار دولار. بس حسب ما انا شايف، اذا حسب المادة 132 انه اليوم حتى في بعض بيقول لك انا بالنسبة لي كل شيء بعد الازمة دولار هو فريش دولار، بيدفعوا لك اياه بيحولوا لك اياه عادي. هلا في ناس بيقول لك لا، بس يصير هذا القانون نافذ بيصير بيتطبق. انا برايي لا، كل شيء بعد الازمه، عشان انا من تقريبا اكثر من شهرين ثلاثه حولت دولار عادي، يعني ما كان عندي اي مشكله لبرا. بس مش من القدام، لا، كل شيء دولار قبل جديد، دولار جديد يعني فريش اكاونت بسموه، كل شيء قبل الفريش اكاونت هيدا بيخضع لمعايير كبيرة. هلا بتقلي كيف خطة التعافي اللي بده يحكوها مع صندوق النقد الدولي، من ضمنهم هيدي المادة مثلا انه كيف هيدي المصاري بعد تندفع، يعني هلا اللي بس فينا نختم موضوع الموازنة قبل بس تنمشي بالتدرج احسن ما تفوت الامور ببعضها، لانه المواضيع الاقتصادية شائكة ما بدنا نعقدها.
بس بموضوع الموازنة إذا فينا نختم، يعني أنت برأيك إنه يعني ما فيك تحكم أول شيء لحديت هلأ لأنه بعد ما خرجت بصيغتها النهائية، بس من ناحية عم تبرر إنه في قصص مجبورين يعملوها من بعد يلي صار من انهيار وإلى آخره، ولكن بتفضل إنه يكون في يعني بنود إصلاحية أكثر وتكون أكثر قابلية للتطبيق، صح؟ طبيعي. هلا نحن صار عندنا بونزي سكيم، هاي يعني قبل الفريق اللي جاي عم يشتغل ليعالج ازمه نحن مش كنا بس بثري في اول ايكونومي، نحن بالقعر اليوم صرنا تحت البوتوم لاين، يعني اليوم عم بيعالج ازمه كبيره، وازمه صار عم تتراكم ثلاث عقود، يعني 30 سنه. فهيدي الازمه نحن ما فينا نجلدهم هلا الموجودين بالحكومه، نحن ما مش نحاول بس الحكومة يا دكتور، ما هي الناس كمان، الناس بتقلك انه عم تحكي هلا عن ازمة عمرها 30 سنة تراكمات وانفجرت هلا، ما نفس تقريبا الاشخاص اللي سببوا الازمة، نفس الاشخاص هن عم ينطلب منهم اليوم انه يساهموا بالانقاذ، بتآمن بهيدي الطريقة؟ هلا شو الحل؟ يعني انا بالنسبة لي اليوم اذا كنت الحل؟ موجود كوزير من هيدي الوزراء الموجودين، انا بعمل الدفوار تبعي انه بحط خطة، اوكي؟ الاسهل على المواطن، الأسهل على المواطن أنه يلحظ فيها الأمور الأساسية والسلع الأساسية ما ينحط عليها ضرائب غير مباشرة عالية. بس أنا بدي فوت إيرادات لحتى أدفع نفقاتي. بس كيف بدك تفوت إيرادات وبعده الحد الأدنى للأجور 675 ألف؟ طبيعي، وما في أنا زيد الأجور بطريقة مثل ما عملت قبل سلسلة الرتب والرواتب. نعم. وسببت لي أزمة كمان. أوكي، وما فيك كمان تشتغل عشوائيا أنه تحسن الأجور بطريقة مساعدات اجتماعية هيك عم بيسموها. بالضبط. ما حدا بيعرف كيف تبلش ولا حدا بيعرف كيف تنتهي. بالضبط. مزبوط. بالضبط 100%. لازم يكون الخطط مدروسة لحتى أنا إيراداتي. هلأ هن مش ماشيين بقصة مساعدات اجتماعية؟ مش حكين عن رفع حد أدنى للأجور ولا تحسين أجور، حكين إنه مساعدات اجتماعية للقطاع العام، أصلاً ناسين القطاع الخاص كله. هلا حكوا بده يصير في زيادة 1,200,000 للقطاع للبعد العام، هن ما بيحكوا بالخاص. القطاع العام إيه، طلع القطاع الخاص هو بيصحح حاله، يعني حتى من فترة القطاع الخاص عم بيصحح حاله، هيدي طبيعي بكل دول العالم، وحتى أوقات لازم القطاع الخاص يصير قد القطاع العام لحتى الأمور تمشي أفضل بالاقتصاد. أوقات القطاع العام إذا كان في هدر وفساد وكان في زيادة موظفين بالمؤسسات بيصير عبء حتى على الدولة، انتبه، وبيصير عبء على النفقات، بيصير الدولة بدها تحاول تدور على إيرادات زيادة، أوكي، لحتى تقدر تنفق على القطاع العام. فهون لازم يكون عندنا مش توازن بالموازنة بس، أنا مع الإنفاق في الاستثمار بدول عم تنتجوا معها أموال لحتى تخفف البطالة وتخفف التضخم وتخلق فرص عمل، انتبه، وهيدي الأمور بتخليها تفوت لها بتصير دول مصدرة، بتخليها تصير دول منتجة، وبتقدر مع الريميتنس أو الأموال اللي عم تحول من الدياسبورا تقدر تحاول أنت تقوي عملتك أو تقدر تلجم الارتفاع الصاروخي للدولار، أوكي؟ نعم. فمن الطبيعي اليوم أنت بس تكون قاعد عم تعمل موازنة بدك تلحظ فيها كل الأمور الأساسية لتخفف معاناة الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة، أوكي؟ هلأ هيدا المواد كلياتها اليوم أكيد كل بند عم يندرس بال 1282 صفحة، أوكي؟ وفي منهم عم يتعدل فيهم. هلأ خلينا نشوف للآخر شو بده يصير فيها، بس ليصير عندك أنت يعني إصلاحات معجزة أكيد مش رح يكون في عندك معجزة، في تقشف رح يكون في تقشف، تضخم في تضخم، نحن رح نعاني من هلأ من لعقد من الزمن أكيد. أنا بس قلت مش رح ننجع لطرف 2019، ما قصدي أنه بال 2019 ما كان بعض الموظفين عم بيعانوا عم بيقسطوا بيوت، بس اليوم رح يصير عندك من الصعوبة، رح عندك من الصعوبة أنت تقسط بيت، رح عندك من الصعوبة تشتري سيارة. يعني من هلا لعشر سنين نحن اذا ما اشتغلنا ضمن خطط تقشفي قاسيه، اوكي، وحتى هيدي الموازنه رح يكون فيها عجز اللي حاطينه 28%، رح يكون فيها عجز بالمستقبل اكثر. انت شو بعرفك هلا الدولار بكره ما يصير 30,000 و40,000، رح يصير عندك العجز اكبر. العجز وين بتسده انت؟ بدك تطبع عمله وبدك تستدين. يعني اذا ما خلقت فرص عمل انتاجية بالبلد ورحت على اصلاحات اساسية بالقطاعات المهترئة، انت ما بتقدر تنهض بالاقتصاد. انت اليوم اذا بدك تشتغل زراعة، حتى بدك تشتغل صناعة تحويلية، بدك الانترنت تكون عندك منيحة، بدك خدمات سياحة، كل هذه الامور، ما بدك كهرباء منيحة، ما بدك تليكومينيكيشن،
بدك امدادات اتزان او انماء متوازن بكل المناطق، كله هيدي بدك تعمله. يعني الموازنة هي قسم من الامور اللي عم تشتغلها انت بالاصلاح، مش كل شيء. صح، نحن انطلقنا بالسؤال عن الموازنة لانه هلا اليوم هي عم تنبحث بمجلس الوزراء. بدنا نحكي اكثر عن موضوع صندوق النقد والمفاوضات، ولكن رح نخصص له جزء ثاني من الحلقه. خلينا ناخذ فاصل وبنرجع لهذا الجزء الثاني. مشاهدينا فاصل وبنرجع لحلقه حوار اليوم. سوري شحروقه. عودة إلى حلقة حوار اليوم مع ضيفنا الباحث والكاتب الاقتصادي الدكتور علي حمود. أهلا وسهلا فيك مجددا. مفاوضات صندوق النقد الدولي، يعني عم نتابع هذه الأخبار بشكل شبه يومي، بنشوف أيام يعني مثل الحوار عبر الزوم، يعني بعد ما في حوارات مباشرة، ولكن يعني هيك الصورة مش كثير واضحة إنه لوين رايحين، قد ايه المهلة، وين صار لبنان بتلبية الشروط المطلوبة وإلى آخره. طلع نحن اليوم حسب الورلد بانك، وهيدي هلا بربطها بالمادة 132 تبعت الموازنة. نعم. اللي بتفرق بين الفريش دولار او فريش اكاونت او الودائع الجديدة والودائع القديمة قبل الأزمة. نحن أكيد حسب الورلد بانك، البنك الدولي، انخفض عنا الناتج المحلي الإجمالي من 52 مليار ل 21 فاصلة، يعني معدل 58%. يعني نحن رايحين على انكماش، على بطالة فوق ال 50%. طيب هذا كله بسموه بعلم الاقتصاد شيء اسمه ستاغفليشن، يعني وضعك يعني أزمتك كتير رح تكون سيئة. يعني أنت عم ترجع لما قبل ال 95 للجي دي بي بار كابيتا، للناتج الإنتاج المحلي للفرد. يعني ممكن تصير تقريبا 3000 دولار بالسنة للفرد، ويمكن أقل رح تصير بالمستقبل. فأنت بوضع مأزوم هالقد أكيد بدك خطة تعافي. هيدي الخطة التعافي اللي الشباب عم يحكوا فيها، هلا حكى فيها رئيس الحكومة بعتقد من شهرين أيام أمام الهيئات الاقتصادية، وقال ممكن يعمل طريقة لدفع ل 15 سنة ل 20 سنة، بس هو بعتقد قال 15 سنة. هلا من ضمن خطة التعافي الاقتصادي هي اللي بتلحظ أموال المودعين اللي هن تقريبا في 13 مليار بالليرة، أنت بتعرف معاش لهم إيه مليون على 1005، يعني إذا معك 150 مليون اليوم لو وصل لل 20,000 شو قيمتهم؟ بخروا مصرياتك يعني. وهذا الشيء أنا قلته بشباط بال 2020، وقلته هون بأذار بعد 2020 إنه رحت المصاري العالم. فبالنسبة للأموال حتى بأي خطة قايد البحث هودي ما بينلاحظ لهم أي شيء ل هودي رايحين على الهيركات. لا، المصاري الودائع اللي بالليرة اللي موجودة قبل الأزمة خلصوا بالليرة، ما بينعمل لها شيء؟ ما بيقبضوك يوم بالليرة، تقبض بالليرة بس على قيمه الالف، يعني على قيمتها مثل ما هي، يعني مثل ما هن. ما انت حاطط اذا حاط 150 مليون رح تقبض 150 مليون، بس قوتهم الشرائيه اليوم قد ايش صارت؟ كانوا 150 مليون 100,000 دولار، اليوم قد ايش صاروا بالنسبه ل 20,000؟ شوف قد ايش يعني اليوم هيركت. اذا على لبنان طب عندك 104 مليار دولار، هن ال 104 يعني مليار يعني الامل الوحيد فيهم انه يتحسن سعر الصرف شوي بالضبط تترجع قيمته. شو بده يتحسن يعني؟ حتى بس الفرق ما يكون 30,000 ويصير 10,000 او 15,000. صحيح، بس حتى بس نقول نحن نزل مثلا من 30,000 ل 23,000 ل 22,000، طب شو نزل بالنسبه كنسبه مئويه؟ نسبه بسيطه. وهيدا اكيد تمرير لحتى نمرق الموازنه والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، واخر شيء بده يطلع عشان اليوم دولار اكيد، عشان اليوم سعر الصرف هو عم بيخليك تستهلك انت تقريبا فوق ال 40 50 مليون دولار بالنهار تقريبا. بس قبل يعني انه هلا الهيئات الدوليه وصندوق النقد واللي بدك اياه كلهم سوا قادرين المسؤولين اللبنانيين يستخشمون بهذه الطريقه، انه نحن عم نمرق لكم هلا اني بنوطي سعر الدولار هلا شهرين ثلاثه لنظمط المفاوضات نرجع بنعليه. ان هي بهالبساطه لا، هي مش بهالبساطه، بس هو حاطط طريقه انه عن طريق اتفاق معهم ولا ما بعرف، عن طريق المؤسسات الماليه عم يسحب الدولارات اوكي، وعم بدقهم بالبنوك التجاريه، وانت عم تجيب لبناني وعم تاخذ دولار برجع بياخذهم من الجهه الثانيه. هيدي الطريقه، بس هيدي الطريقه قديش قادر يكمل فيها؟ وفي عندك مصاري اللي وصلوا اخر السنه تقريبا الاحتياط الالزامي اللي هن 12 مليار دولار كمان عم يستعمل منهم اوكي، وفي عندك اموال السحب الخاص اللي هن الاس دي ار، فهودي عم يحاول يستعمل منهم ليمرق هيدي الفتره اوكي، وتعميم هو تعميم 161 لحتى لنشوف من هلا لاخر شباط اذا بده يجددوا لهيدا التعميم
لا يمرق الانتخابات بطريقة هادية. هل هون عندك مشكلة أنت؟ قديش قادر يستعمل من هيدي الأموال، ومن الأموال اللي هي بتجي من الخارج على الـ OMT أو بتجي بطريقة ما مختلفة تانية، عشان يوم أنت هيدي الأموال كمان عم تستعمل منها للاستيراد، يعني ما فيك تكمل بهيدي الطريقة عشان بحاجة كمية هيدي الأموال للاستيراد. هل هون فرقوا بالأموال تبع المودعين اللي هني 104 مليار دولار، بدل ما يمرقوا لك هير كات مقاونا او كابيتال كنترول مقاونا، مرق بالموازنه اللي هن 104 مليار دولار وبخط التعافي الاقتصادي، انه اليوم اللي معه مصاري وقبض عليهم فوائد من 2015 لوقت الازمه، اوكي، بيحسبوا له فوائده بدل ما تكون تقريبا كان هن المصاري 16 مليار يعني دولار، بيوطوا الفايدة بمفعول رجعي بيحسبون. 16 مليار دولار بيعملوا اليوم 5000، بيكونوا عملوا هير كات قديش؟ 75%. انتبه، وبهالطريقه بيدفعون شو؟ باللبناني بكون انت زدت الكتله النقديه عندك 80 تريليون، 80 الف مليار. هو ركز معي فيهم لتعرف قديش اذا بدها تزيد الكتله النقديه شو ممكن كمان تعكس على ارتفاع سعر الصرف الصاروخي وعلى التضخم. بترجع عندك شيء تاني كمان، الاموال اللي هي قلبتها انت وقت الازمه من الليره للدولار، هيدي كمان حطوا انه بتنعطى على 12000 مش 20000. والاموال اللي تحت ال 150000 اللي هي اصلا بالدولار، اوكي، اللي هن مبلغ كل الاموال بعتقد شيء 53 مليار دولار، اللي تحت ال 150000 بده يدفعوا لك اياهم بالدولار، يعني بده يجيبوا 25 مليار دولار، ما بده يجيبوا 25 مليار دولار. وهذا سؤال هلا بتسالني اياه اذا بدك، يعني بمعدل على 15 سنه مليار و66 بالسنه بده يدفعوهم. مو بده يجيبوهم يا من الدول المانحه اذا اعطوك نعم كاستدانه، يا من الاو ام تي او من الاموال اللي بتيجي من الخارج من ريميتنس، يعني اصلا الاموال المحوله من الخارج من مش المؤسسات الشركة الماليه، لا مش مؤسسة كشركه هي الشركة لحالها اكيد. فهيدا الموضوع بده يجي من هيدي الاموال، وهل عندهم القدره يعني يستثمروا هيدي الاموال ليدفعوها للعالم للمودعين على مدى 15 سنه، ولا ما بيقدروا عشان هيدي الاموال كمان نحن بحاجه لها لنستورد المواد الاساسيه او تعطيها انت للمستوردين. هيدي مشكله من المشاكل اللي نحن عم نعانيها. في عندك اللي عنده فوق ال 150 الف لل 500 الف، هودي كمان على 15 سنه على 20 الف، كمان الكتله النقديه بتكبر عندك تقريبا بتصير 120 تريليون، عندك فوق ال 500 الف وبتطالع. هودي من اسمه عثمان تقريبا 45% منهم اسهم ببنوكي و55% سندات ابديه. شو يعني سندات ابديه؟ يعني بتخلق انت صندوق سياده، بس ما فهمنا مزبوط. بتخلق صندوق سياده، اوكي، وبتاخذ فيه اصول معينه، بتحط فيه عفوا اصول الدوله، املاك طيب على الدوله، امور معينه طيب على الدوله، وبتاخذ فيه انت اسهم، وهون بيصير في تدفق اموال عليه وبيعمل ارباح وبصير يعطوك من هيدي الارباح. بس هون المشكله عندك اذا هذا الصندوق، اوكي، هلا صندوق للدوله بده يطلع ارباح هيدي المشكله. هلا نحن عم يعني نحكي مهضومة. عم نحكي حسب نظريتهم اللي حاطينها. هلا نحن عم نحرضهم على محمل الحسن، واذا ما قدروا، اوكي، ما صار في تدفق اموال يعني لتعطي تعمل ارباح لتعطي الاسهم، صارت هيدي الاصول ملك مين؟ ملك صاحبين هيدي الاسهم اللي فيها او الاصول اللي فيها، اللي هي بسموها assets backed security. هون انت ترجع على منطق انه اذا انت كانت بال 2018 كان عندك كتله نقديه 5860 مليار، يعني 5.8 تريليون، وصلت اليوم ل 46 الف مليار ويمكن اكثر كمان، يعني انت بهيدي الخطه بيزيد عندك تقريبا 695 تريليون، يعني 15 مره الكتله النقديه الموجوده عندك اليوم. طب اذا عندك اليوم ب 20 الف قديش ممكن يصير اذا زدت الكتله النقديه اللي هي ورق عم تطبعه انت 15 مره؟ يعني اوكي بعطي العالم انا 20 الف وبكره بصير الدولار ب 200 الف ب 300 الف. هيدي عندك اياها ازمه اليوم، انتبه، هيدي ازمه كبيره، وهيدي خطه تعافي. طب ما يصيروا هودي كل هول الاخبار السيئه اللي عم تبشرنا فيهم، شو لازم يصير؟ بدك تروح يصير اتفاق مع صندوق النقد مثلا، اتفاق مع صندوق النقد، ايه؟ بدك تاخذ اموال من دول مانحه، بدك تستعمل احتياطي، لا بس كبدايه اول خطوه احتياطي الذهب
اللي خطوة خطوة. عندك. يعني أول شيء لازم نمشي، لازم يصير اتفاق مع صندوق النقد لا الأبيض خليني بس وأسرع وقت. خليني تفضل احكيها تفضل. بطريقة بسيطة. نعم أنا اليوم عندي مشكلة بمؤسستي، بس بدي أشتغل اليوم صح لأخرج من هذه الأزمة. بدي أقول شو المشاكل اللي عندي، عندي مشكلة بالكهرباء، قديش بدها الكهرباء لتطلع لي مصاري؟ عندي مشكلة بالاتصالات، قديش بدها إصلاحات لتطلع لي مصاري؟ ما أنا بدي فوت ما أموال. يعني بدل الهدر بده يصير أنا أخرج من الهدر، أوكي؟ فوت إيرادات. يعني فوت أموال علي. بعين المؤسسات الأساسية اللي عندي أنا وبشوف أنا قديش بدهم هودي كابيتال ما أموال لحتى أعمل فيهم إصلاحات بأسرع وقت ممكن، أوكي؟ لحتى بلش أنا فوت أموال. بصير أنا فوت إيرادات أكثر من الإنفاقات. بصير عندي أنا أموال زيادة، أوكي؟ وميزانيتي بصير فيها أموال أكثر. هون أنا بتجه لوين؟ للاستثمار. الإنفاق في الاستثمار. وبعمل توازن اقتصادي ومالي، وبعمل تنمية اقتصادية ومالية واجتماعية. انتبه. هيدي مشكلتي الأساسية، مشكلتي الأساسية. هلا هيدي الأموال وين بجيبها؟ فيك تجيبها من صندوق النقد. فيك تجيبها من الدول المانحة. فيك تجيبها من الذهب اللي عندك، فيك تجيبها من الاحتياط الالزامي بدل ما قاعد عم تهدر فيه. انت صرت هادر 22 مليار دولار على شيء يمكن حاكينه قدامك هون، قلنا لك الدعم وترشيد الدعم، هيدا غلط. هيدا انت بتعمله اذا انت عم تطلع اموال وحر توزع هدايا من جيبتك، بس ما بتستعمل اموال المودعين بهذه الطريقة بتوزعهم. بس اليوم اذا استعملت هيدي الاموال باستثمارات لحتى ترجع اموال المودعين ويصير عندك ارباح، مش غلط. انتبه. والا اليوم اذا ضلينا نحن بسيستم يعني عم الالتزام في تقول انه ايش الموازنه، انه بس لكمل الاحتياطي. الفكره، نعم اذا كفينا بالالتزام بالموازنه نحن بكره بناخذ من صندوق النقد الدولي، ها، وبناخذ من الدول المانحه، وبنحضر الاحتياط الالزامي اذا 12 بكره بصيروا ثلاثه واربعه، وبكره ممكن نستعمل الذهب، اوكي، اذا مرقناه للبنك بمجلس النواب وصوتوا عليه، اوكي، وبنهدرهم لهيدي الاموال. طيب اذا ما رحنا على اصلاحات، والاصلاحات مش بس بدها تكون اصلاحات اقتصاديه ومالية ونقدية، بدها تكون كمان محاربة الفساد الإداري والمالي. بدك تروح على المؤسسات لتحارب الفساد الإداري والمالي. بده يكون قال لك مثل ما قال لك مونتسكي، عندك تشيكس اند بالانسز، فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. إذا ما حاربت الفساد وعملت تدقيق بكل مؤسساتك، ما بتقدر تخرج من هاي الأزمة. وإلا بسيبك بونزي سكيم تاني، يعني بكرة بتستدين بتاخد من صندوق النقد الدولي، وبتاخذ مثل باريس 1 وباريس 2، بتاخذ من الدول المانحه، هذا الصندوق اللي عم يعمله فرنسي، وبكره السعوديه او دول الخليج بتحط لك في اموال وبتعطيك. اعتبرنا اذا مشيت الامور وصار في تحسن بالعلاقات الدوليه والاقليميه وانعكست ايجابيا علينا، والمبادره الكويتيه اجت كمان بنتيجه منيحه، والوسيط الكويتي كان وسيط داخلي وخارجي حتى، اوكي، وصلنا لاستقرار سياسي وتحسن الوضع عنا، اذا ما رحنا كمان على محاربه الفساد بالادارات وبالمؤسسات، اي خطه انقاذيه اللي هي اللي اليوم اللي نحن بنعتبرها موازنه لازم تكون استثنائيه وانقاذيه. انتبه. اذا ما رحنا على هيدي الامور كلياتها، مستحيل. لو كنت انت اينشتاين بالاقتصاد ما بتقدر تظهر من هذه الازمه. ما أزمتك كتير عميقة وكتير قوية. يعني صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي بس يشبهها بأصعب من أزمة تشيلي، أصعب من أزمة إسبانيا، أصعب من أزمة اليونان، أصعب من كل الأزمات اللي بدأت بالقرن التاسع عشر بعتقد. يعني مش يشبهها. وقال لك أنا قلت عقد ضائع من زمن 2019، هو قال 15 سنة يمكن لل 19 سنة أو 20 سنة نظهر من هذه الأزمة. وجديا أنا بقول لك اقل من عقد من الزمن ممكن نخرج من هذه الازمه ونعمل نمو اذا كان في اراده جديه. عشان اليوم العجله الاقتصاديه والتعافي اليوم سريع، مثل ما اوقات بتجيك جائحه، اوكي، ومشكله بسلسله التوريد سريعه، ترجع انت مجرد ما يتحسن الوضع، اوكي، بترجع بتعمل ريكفري، انتعاش اقتصادي او تعافي اقتصادي بطريقه سريعه. عشان انت اليوم بعالم في ديجيتال، يعني في عالم في تكنولوجي، اليوم العالم سريع، اليوم الاقتصاد صار اقتصاد رقمي، اليوم ما عادش مثل الاقتصاد الكلاسيكي او مثل الموازنات الكلاسيكيه اللي بزتوا لنا اياها، اليوم تغيرت الامور. يعني حتى اليوم التعافي الاقتصادي ممكن يكون اسرع اذا كان في اراده. انتبه. وكله بيجي من وين؟ من السياسيين. ليه بنقول خطط سياسيه نموذجيه للنهوض بالاقتصاد؟ والا اليوم انا اقتصادي اذا ما السياسيين عنا بلبنان اتفقوا
بفشلوا لي خطط الاقتصادية. بعمل خطة أنا ممكن لهلأ للانتخابات، بعد الانتخابات مثل ما قلت هلأ أنت بتجي حكومة جديدة، ها أو هيدي بصير تصريف أعمال، لا يتفقوا على حكومة يمكن يقعدوا السنة، بيروحوا لنا سنة، مثل ما روحوا من 2019 لا حكومة مئاتي رحلوا تقريبا سنتين، مزبوط ولا لا؟ طب خطة حسان دياب مع كل مسوئة كانت أفضل ما نشتغل اليوم. نحن ضيعنا سنتين هدرنا فيهم 22 مليار. طب نحن شو عم نطالب من صندوق النقد الدولي اليوم؟ 4 مليار 6 مليار 8 مليار بأربع سنين، أو عفوا بست سنين 22 مليار. تخيل منك كانت بنى تحتية بيعملوا لك. طب انت بحاجة لهذه البنى التحتية أقل شيء لتنهض باقتصادك، ها، ولترجع الثقة بقطاعك المالي والمصرفي وبالخدمات وبالسياحة. بدكش تعمل تدوير نفايات، بكره يمكن تلاقي النفايات متلينة على الشوارع. بدكش تعمل لتحسين لشبكة الصرف الصحي للمياه اللي عندك. كل هيدو الأمور ب 22 مليار دولار كنت انت خلقت محطات شو بسموهن للتصفية، بيقولوا لا للنفط، مصفات مثلا بجي ومصفات بطرابلس، هيدي كلها كانت بتنتج أموال. وبعدين كنت رحت على استثمارات بالزراعة، بالصناعة التحويلية، بأي موضوع، بالتكنولوجيا، بأي موضوع تاني. نحن بلد صغير، يعني قادرين نخرج من أزمتنا بطريقة سريعة إذا في إرادة سياسية. بس اليوم أنا بدي أجلد هيدي الحكومة أو الوزراء الموجودين بالحكومة، حتى لو كانت أوكي هني بمستوا المنظومة اليوم، بس مش ضروري كل وزير موجود جوا ما يكون عم يشتغل بجدية. في وزراء عم يشتغلوا بجدية، في وزراء طلعت على فرنسا عملوا اتفاقية ليجيبوا 1000 بيس بوقت نحن بحاجة ل 3000 بيس. طب أوكي في جدية، بس إذا السياسيين ما ساعدوهم ما بيقدروا. ما أنت اليوم ضمن حزب معين مثلا أو حزب معين مسميه بوزارة، طب إذا ما ساعدك أو صار في مناكفات بين الأحزاب أحلى شيء كيف تفشل الحكومة. حكومة اختصاصيين يعني. هلا طلع اختصاص انه ما خص الاحزاب فيها وهيك بهالمعنى يعني. هلا انا لا اؤمن بموضوع انه حكومات بدولنا العربيه خاصه انه بس اختصاصيين. ممكن تكون انت تكنوبوليتس يعني اختصاصي وتابع لفريق او بتايد او محب. يا اخي انا مش من ضمن اي حزب مثلا، بس بتقول لي ما عندي مشكله انتقد ويعني ايجابيا او سلبيا بعض الاحزاب، بس مش معناتها انا بتطلع بكل الاحزاب بطريقه انه ما عنده حسنات. كل حزب عنده ايجابياته وسلبياته. طب بس الافضل اليوم بدل ما نضلنا نحكي ب 30 سنه اوكي، ما نحكي بالمبادرات الجديده، ان كانت مبادرات سياسيه، مبادرات بالعلاقات الخارجيه، او مبادرات اقتصاديه لننهض بالاقتصاد. الخروج من الازمه في كتير امور، تخفيف النفقات مثلا حكينا عنه، تخفيف النفقات، بتخفف نفقات كتيرة انت الدولة مش بحاجة لها. الدولة عندها كتير عقارات قاعدة توقف استئجار كتير من العقارات. الدولة قادرة تستثمر على بالأملاك البحرية اللي لها، قادرة ترفع الضرائب هونيك كتير عشان الأملاك البحرية إذا تحسن عندك القطاع الخدمات والسياحة أوكي، هيدا قادر يكون مورد أساسي نتيج لك كتير من الأموال. دكتور كل هودي الأمور اللي عم تحكي فيهم منها هلأ بس موضوع الأملاك البحرية، ما هو شو اللي موقفه من سنين؟ مش إنه السياسيين هن اللي أخذين نص الأموال، نص الأملاك البحرية ومعمرين عليها؟ طيب هون كل الطوائف والمذاهب من دون استثناء. صح طبيعي. طبعا نكون عم نحكي عن حدا معين يعني. هون رجعنا عم نحكي انه لازم نحارب الفساد او لازم يكون، لا ليش نطرح شعارات عارفين انه سلفا انه هيدي ما رح تتطبق. هلا نحن نطلع بما انه بس نحكي بالاقتصاد عشان عنا امل، بنلقط ورقه وقلم اوكي وبنحاول نشوف كيف اذا ما هي على الورقه والقلم هاي، كيف اذا عنا مشكله ما نعمل لها هيكله ونخففها ونروح على خروق على حلول جديه. انتبه بس الحلول الجديه اليوم ما بتصير بسنه، يعني اذا بقول لك انا اليوم 104 مليار دولار، وين بدك تجيبهم لتدفعهم للمودعين؟ سؤال، كيف بدك تجيبهم هودي؟ مين بده يعطيك 104 مليار دولار؟ الا اذا بكره طلع عندك النفط والغاز انتبه وعملت كولاترال فانس عليهم. اذا بكره قالوا والله عملت انت دريلينج سونداج يعني عشان تعرف نحن من بهيدا العلم بنختلف، عشان هيدا من ضمن الدومين اللي انا بشتغل فيه. نعم. واشتغلت فيه على مدى 20 سنه. كتير العالم بتقول لك انه عنا مخزونين وعنا مكامن هائله. الجيولوجيا بتختلف عن الجغرافيا، ممكن يكون انت عندك وانا عندي قليل، او عندي ترسبات، او عندي كميات اقل من عندك،
او كميتك انت افضل، او انا الكميه اللي عندي اذا ما الاسعار عاليه ما في، ما يعني ما لها كثير من الاهميه. هذا الشيء ما بصير الا بسونداج. يعني البروباغندا اللي بتصير اليوم عندنا كميات تريليونات من امتار المكعب من الغاز ومن النفط وما بعرف شو، هيدي بس حكي للاستهلاك. هلا ان شاء الله نحن يكون عندنا مخزون كبير نقدر اقل شيء نستثمره بصناديق سياديه، مثل الكويت عندها اكبر صندوق سيادي 737 مليار دولار. يعني عندها امكانيه باي مشروع تفوت ها وتحفز الاقتصاد عندها وتخفف من التضخم. نحن اذا ما رحنا على تحفيز الاقتصاد اوكي وساعدنا بالتخفيف من الانكماش الاقتصادي والتضخم، هيدا التضخم بده يصير متأصل بالاقتصاد تبعنا وما بنخرج منه بعشرين سنة. هلا هيدي مصطلحات يمكن انا عم بحكيها قليل من المشاهدين رح يفهموا علي، بس اكيد اللي بيعرفوا بالاقتصاد بيعرفوا انه اليوم اذا فتت بانكماش اقتصادي كتير قوي وصار متأصل بالاقتصاد اللي عندك ما عادش تخرج منه بسهولة. واليوم ما حدا قادر يدينك، واليوم انت ديون لعندك عم تتراكم. يعني كان دينك تسعة كان عندك 99 مليار، صار هاليوم هلا 109 مليار. عندك مشكله اليورو بوند الخارجي واليورو بوند الداخلي، نصهم تقريبا، عندك شيء تقريبا 16 بالداخل و15 بالخارج. هلا بالداخل مش مشكله باللبناني، عندك الديون باللبناني هو بدهم اعاده هيكله والتخفيف منهم عشان هو 1005. عندك المشكله اللي بالخارج اللي بدك تلاقيهم حل عشان انت عملت ديفولت، وعشان هيك اليوم عم تعطيهم فوائد عالية للي بالخارج. انتبه واذا بتلاحظ لحظيت على الموازنة عم تعطيهم للي عندهم يورو بوند فوائد عالية لحتى يحلوا موضوع اللي صار بعد الديفولت. يعني هيدو الامور، حتى الديفولت انت اللي عملته اوكي، عملته لتخرج من الازمة ولا عملته لتعمل مشكلة مع البنوك الكورسبوندون او تخفف من تصنيفك اللي كان تصنيفك عالي واليوم تصنيفك سيء. هو كان المفروض وقتها يترفع بالنسبه ل فيتش ولا ستاندر اند بورس ولا موديز. يعني هيدو الامور كلها ضروريه. الاقتصاد هو عباره بكل بساطه عن ثقه المستثمرين وثقه الخارج فيك. اذا ما في ثقه ما في اقتصاد، ما في نمو اقتصادي، ما في استثمارات. ليه انت بحاجه لصندوق النقد الدولي؟ لحتى المستثمرين يصير عندهم ثقة بالبلد، لحتى المجتمع الدولي يصير يشجع الاستثمار بالبلد، لحتى حتى إذا بدك تعمل تأمين بالبلد، إذا شركة خارجية بتعمل تأمين تقدر تعمل تأمين تعرف أنه أموالها ما رح تروح هدر أو رح يصير في قوانين أو تعاميم معينة ها تختزلها هذه الأموال أو تخسم لها إياها. وأكيد الموازنة أو التعافي الاقتصادي، الخطة اللي حاطينها الشباب هي رح تلحق آلية تعاميم 158 و151 و161. طيب دكتور، إذا بقى نرجع عود على بدء مثل ما بيقولوا، نرجع للسياسة لنختم الحلقة، برأيك النهوض الاقتصادي هل يمكن أن ينتج عن نظام كالنظام الحالي أو لا مفر من تعديلات معينة، من إعادة نظر معينة، من تصحيح معين؟ طيب ما مش معقول كمان نفس الآلة يلي عم تنتج الغلط نطلب منها انه فجأة هيك بين ليل وضحاها انه تبلش تنتج نتائج صحيحة. طلع في عندك بهالموضوع حلين. نعم. يا هيدي المنظومة بدها تصحح حالها، اوكي، لتصحح الاقتصاد. يا هيدي المنظومة مثل ما علق الرئيس الحريري، اوكي، اعتكف او علق او نهى حياته السياسية. هن الأشخاص أوكي. المشكلة ولا أوكي. سيستم؟ يعتكفوا، لا، من هو الشخص هو علق هو حزبه. الأحزاب السياسية تعترف انه هي فشلت في إدارة الوضع اللبناني أوكي، وسببت بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية أوكي، ويتركوا المجال لا غيرهم، لو حتى الفئات الثانية عندها تشرذم وما عندها أجندة واضحة لا سياسية ولا اقتصادية، عشان قد ما تعمل ما رح تقدر تعمل قد ما عملت هيدي المنظومة على مدى 30 سنة. يعني البونز سكيم اللي عملتها على مدى 30 سنة حسب تصريح البنك الدولي اوكي وحسب الازمه اللي فتناها هي ازمه مش ما لها سابقه بالتاريخ. يعني هذا الحل، والا هيدي المنظومه بدها تروح على اتفاق او طاوله مستديره، ما بعرف، يمكن بكره المبادره الكويتيه تصير مش ماس مبادره خارجيه، يمكن تكون مبادره كوسيط هو يصير في طاوله حوار ونروح على اجريمنت جديد. ما كنا اجريمنت طائف، اجريمنت رجعنا رحنا على دوحه، يمكن نروح هلا على الكويت ويكون في نظام جديد. انتبه، يعني هيدي الامور ممكن.
كل شيء ممكن، وبنفس الوقت كل شيء ممكن يبقى مثل ما هو، ما حدا بيعرف يعني، ما لأنه ما في شيء ملموس بعد، في تحركات، في مناشدات، في رسائل رايحة جاية، بس ما طلع نحن جزء من الحل والمشكل بالمنطقة. يعني اليوم التجاذبات الدولية والإقليمية رح تأثر علينا، يعني ممكن تأثر علينا إيجابيا وممكن تأثر علينا سلبيا. حتى هيدي المبادرة ممكن تكون سلبية ممكن تكون إيجابية. هلا الرد الطبيعي ها إنه نحن نحترم الدستور، نحن بنحترم شو بسموه وثيقة التفاهم الوطني، نحن بنحترم القرارات الدولية، نحن بنحترم 17/01، والإسرائيلي هو عم يعمل انتهاكات، ومن يومين كان في انتهاكات بأجوائنا مظبوط من قبل العدو الإسرائيلي، وموضوع هذا السلاح هو ضروري لردع الانتهاكات الإسرائيلية اللي هو قرار 1559، وهيدا من ضمن احتوائه، هيدا من ضمن خطة عمل بدها تكون إقليمية ودولية. بيظل اليوم عندك أنت انتهاكات إسرائيلية دايمة. فاليوم هيدي المبادرات بدها تاخذ وقتها، وبدك تشوف كيف بده يكون تأثيرها بالمستقبل. شكرا لك دكتور حمود، واهلا وسهلا فيك شكرا لك، دائما بالاو تي في. شكرا لكم. مشاهدينا هم نوصل لختام حلقتنا، شكرا للمتابعة والى اللقاء.